بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة الشوق، إلى منزلة الشوق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. منزلة الشوق. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشوق. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل: هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم. سبحان الله، يعني يحبون لقاء الله ويرجون لقاء الله، فتعزية وتسلية لهم. أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب. والله تعالى يعني يخفف عن المشتاقين إلي أن أجل اللقاء قريب. الله تعالى حدد أجلا قريبا للقائي سبحانه. فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. كيف يكون قريبا؟ مثلا قد يكون من الناس من بقي على موته 20 سنة، 50 سنة، أقل أكثر. فقال: كل ما هو آت قريب، طالما سيأتي فهو قريب. قال: وفيه لطيفة أخرى، وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء. تعلل المشتاقين برجاء اللقاء، يعني المشتاق طول ما هو يعلم من أنه يعني يرجو اللقاء، أن اللقاء ممكن، يعني دائما الرجاء في الشيء هي المتوقع الحصول أو المنتظر الحصول. فالمشتاق يعني طالما يعلم أن اللقاء يعني سيحصل ومتوقع الحصول ومنتظر الحصول، فهذا يعني يخفف عنه، يعني يخفف عنه ألم هذا الاشتياق. قال: لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا، ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا. يعني يقول: لقد قدر الله لو أن المشتاق هذا يعلم أن اللقاء مستحيل وغير ممكن، لا تقطع قلبه حسرة وتحرق قلبه. لكن طالما اللقاء يعني متوقع ومنتظر للحصول، فهذا يعني يخفف عنه حتى لا يذوب قلبه ويتقطع. قال: حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء. تتمة الأبيات: لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا، ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يلاقي حسرة وتحرقا. حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الشوق إلى لقاء الله، لم يسكن شوقه إلى لقائه قط، ولكن الشوق 100 جزء، 99 له وجزء مقسوم على الأمة، فأراد أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشوق الذي يختص به، والله أعلم.
يعني يقول هنا ايه، كانه يعني اشكال ان ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، اي أيوة اسالك الشوق الى لقائك. فيقول هو النبي عليه الصلاه والسلام يعني لم يزل دائم الشوق الى لقاء الله تعالى. فهذا يشبه يعني قول المهتدي اهدنا الصراط المستقيم، يعني الذي يصلي هو مهتدي قد هداه الله للاسلام وهداه للصلاه ووقف بين يدي الله يصلي، ومع ذلك يقول اهدنا، كل ما يصلي يقول اهدنا. فقول المهتدي اهدنا يعني ثبتنا على الهدايه وزدنا منها، فهو طلب التثبيت على ما هو عليه من الخير والازدياد منه. فكذلك في كل طاعة هو خير، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام هو مشتاق إلى لقاء الله ويسأل الله الشوق إلى لقائه، يعني أن يستمر هذا الموجود وأن يثبته على الشوق إلى لقائه وأن يزيده شوقا إلى لقاء الله. ثم يعني هذا من كلام علماء السلوك، يعني اللي هو يعني كل خصلة من الخير معلوم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام له فيها النصيب الأوفى والمقدار الأعظم، يعني وإن لم يرد يعني نص بخصوص 99 وجزء وكذا، يعني هو للتمثيل يعني والتشبيه أن يعني كل خصلة من خصال الخير النبي عليه الصلاة والسلام له فيها النصيب الأوفى، ويعني كل ما للأمة من بعده يعني هو جزء مما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك الشوق إلى لقاء الله تعالى، فهو عليه الصلاة والسلام يعني عنده النصيب الأوفى من الشوق، ولكن يريد المزيد منه، يعني أن يشارك يعني الأمة في الجزء المتبقي للأمة، يريد أن يشاركهم فيه عليه الصلاة والسلام زيادة في الخير. قال فصل، قال والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. يقول والشوق أثر من آثار المحبة، لأن كنا نتكلم عن منزلة المحبة في الدروس السابقة، فيقول الشوق هو أثر من آثار المحبة، يعني من نتائجها وثمراتها، وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. يعني هنا العلاقة بين منزلة الشوق ومنزلة المحبة، فيقول الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب في كل حال، فهو حكم من أحكام المحبة، هو أثر أي نتيجة من نتائجه. ثم كعادته في كل منزلة يذكر تعريفات علماء السلوك يعني لهذه المنزلة، فتتنوع العبارات، ولكن يعني كل منهم يعبر إيه عن هذا المعنى بتعبير. فإذا التعريف الأول اللي هو الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. تعريف آخر قال وقيل هو احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، واهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. وقيل هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب وتقطع الأكباد. والمحبة أعلى منه، لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف. يعني هنا إيه في العلاقة بين الشوق والمحبة، يقول المحبة أعلى من الشوق، لأن الشوق يتولد من المحبة، يعني هو أثر أو نتيجة أو ثمرة للمحبة. فإذا حصلت المحبة فيتولد عنها وينتج عنها هذا الأثر، فهو أحد آثارها. فيقول المحبة يعني لها آثار كثيرة، والشوق هو أحد هذه الآثار. قال وعلى قدرها يقوى ويضعف، الشوق يقوى ويضعف على حسب مقدار المحبة. قال يحيى بن معاذ رحمه الله علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات، يعني المشتاق إلى لقاء الله خلاص يفطم جوارحه عن الشهوات. طبعا مقصود الشهوات الممنوعة أو المحرمة، يعني لا تعارض بين الشوق إلى لقاء الله
يعني ما أباح الله تعالى يعني من أمور الدنيا مما أحله الله تعالى، لكن يفطم القلب عن ويفطم الجوارح عن الشهوات يعني الممنوعة أو التي تشغل عن الطاعة والعبادة. قال: وقال أبو عثمان رحمه الله: علامته حب الموت مع الراحة والعافية. قال: علامته حب الموت مع الراحة والعافية، يعني لأنه إيه؟ قد يحب الإنسان الموت بسبب أنه في مرض أو في بلاء شديد، فهو يعني يتمنى أن يموت حتى يتخلص من هذا البلاء أو الألم أو، فقال هذا لا يكون علامة على الشوق إلى لقاء الله، لكن علامة الشوق إلى لقاء الله هو أن يحب الموت، أن يحب الموت وهو في راحة وعافية، يعني كل أمور الدنيا ميسرة له وهو في عافية ومع ذلك يشتاق إلى لقاء الله. لذلك أيضا يعني يؤكد هذا المعنى ما في الحديث، قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تمنى الشوق إلى لقاء الله فقيده بهذا القيد، قال: في غير ضراء مضرة، يعني ليس الشوق إلى لقاء الله بسبب ضراء مضرة. الضراء المضرة، الضراء اللي هي البلاء المصائب، ومضرة لأن مش كل المصائب مضرة، يعني المصيبة التي يجزع منها الإنسان يعني ولا يصبر عليها هذه هي المضرة يعني، لكن الضراء قد لا تكون مضرة، يعني قد يكون في مصيبة أو ابتلاء ولكنه صابر عليها محتسب وغير جازع منها، فتكون ضراء ولكن غير مضر. قال: ولا فتنة مضلة، والفتنة أيضا معنى الاختبار والامتحان والابتلاء، والفتن قد تكون مضلة وقد تكون غير مضلة، يعني من الناس من يختبر ويمتحن فيثبت وينجو فتكون فتنة، يعني مثل إيه؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا الإنسان يعني استعمل ماله في طاعة الله وبذل ما في وسعه في يعني في أهله وأولاده وكذا وتنشئتهم على الطاعة والعبادة حسب وسعه وطاقته، فإذا تكون فتنة ولكن غير مضلة، يعني لأنها لم تكن سببا في إضلاله. أما لو كانت الأموال أو الأولاد أو المناصب أو الصحة أو كذا إذا استعملها في معصية الله وشغلته عن عبادة الله وطاعته فتكون فتنة ومضلة في حق. فالقصد يعني أنه هنا قال إيه؟ علامة الشوق حب الموت مع الراحة والعافية. قال: كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما تم له الأمر والأمن والنعمة قال توفني مسلما. سبحان الله، هذا المثال، يعني نبي الله يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يتمنى الموت، ولما وضع في السجن لم يتمنى الموت، لأنه لو تمناه في ذلك الوقت يكون يعني حتى يخرج من هذا البلاء أو المصيبة أو كده، لكن لما صار له الملك والرياسة والسلطان والنعمة وتم له كل شيء حينئذ قال توفني مسلما. فهذه علامة الشوق. أليس هذا دعاء بحسن الخاتمة؟ نعم، هو دعاء بحسن الخاتمة، يعني هو مسألة حب الموت أو عدم حب الموت. تعرفون حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استشكلت يعني ذلك، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، يعني كيف من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فمن أحب لقاء الله يعني أحب أن يموت. فقالت: كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، يعني يا عائشة رضي الله عنها معنى الحديث يعني، فقال إيه؟ وإنما يعني هذا إيه في العبد إذا احتضر، فإن كان صالحا أتته إيه الملائكة
الرحمة وبشروه يعني برضوان الله تعالى، فحينئذ أحب لقاء الله وأحب الله لقاء، وإن كان يعني غير ذلك أتته ملائكة العذاب وبشروه بغضب الله تعالى وسخطه، فحينئذ كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام يعني حديثه بأن يعني محبة اللقاء إنما تظهر في ذلك الوقت يعني عند الاحتضار، فمن بشر برضوان الله تعالى أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وتفسير كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت، هنا قال شراح الحديث يعني الكراهية التي يعني أيضا هذا فيه إشكال يعني كيف تكره الموت، فقالوا كراهية الموت التي تقع من المؤمن يعني يكون سببها أنه لا يريد أن يموت على حال مثلا هو فيه في معصية، فيريد أن يمهل حتى يعني يتوب من معصية، أو يريد أن يمهل حتى يزداد من الطاعة، وقد يريد مثلا أن يمهل حتى يكون له مثلا ذرية ضعفاء أو كذا، فيريد يعني أن يأخذ بالسبب أن يترك لهم شيئا يعني لا يكونون به عالة، لا يكونون عالة على الناس أو كذا إلى آخره، أو عليه حقوق أو ديون يريد أن يمهل حتى يقضيها. فهناك مقاصد يعني حسنة في حق المؤمن أنه قد يعني لا يريد أن يموت على هذه الحال، ليس يعني جزعا من الموت ولا كراهية للقاء الله، ولكن يعني لبعض المقاصد التي قد تكون يعني تدور حسب أحكامها، يعني قد يكون مقصدا مستحبا أو مباحا أو مكروها أو على حسب حاله يعني. طيب، قال ابن خفيف رحمه الله: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب. قال: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب. عندنا في القرب. كيف عندكم؟ في القرب. ومحبة اللقاء بالقرب. طيب، في بعض النسخ ومحبة اللقاء بالقرب. قال: وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشاء يسنح عن الفرقة، فإذا وقع اللقاء طفئ. ولهيب ينشأ بين أثناء الحشاء يعني في أحشاء الإنسان أو جوفه، يسنح عن الفرقة يعني كأن هذا اللهيب سببه يعني عدم حصول اللقاء بالمحبوب، فإذا وقع اللقاء يعني أول ما يلتقي بالمحبوب ينطفئ هذا اللهيب. واضح؟ الحشاء هي أحشاء الإنسان، يعني كان الإنسان في جوفه وفي داخله لهيب بسبب يعني الفرقة، اللي هو بمعنى يعني أنه لم يلتقي بالمحبوب، فهو يعني في ألم بسبب ذلك، فإذا وقع اللقاء طفئ هذا اللهيب وزال هذا الألم. قال: قلت لإمام ابن القيم رحمه الله يعني يعلق على هذه التعاريف التي فيها أن الشوق سببه الرغبة في اللقاء، وأنه إذا حصل اللقاء يعني ذهبت حرارة الشوق. قال ابن القيم رحمه الله: قلت هذه مسألة نزاع بين المحبين. طبعا يعني بعض هذه المسائل يعني هنا السياق في الكلام عن محبة الله سبحانه وتعالى، ثم ما يتبع ذلك من محبة يعني النبي عليه الصلاة والسلام والرغبة في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، فهذا تابع لمحبة الله تعالى. وهناك أيضا يعني في المحبة الدنيوية يعني فيما يكون بين محبة الخلق بعضهم لبعض أو كذا، فيقع بينهم أيضا هذه الأمور بما يعني يناسب حال المخلوقين، يعني قد يشتاق إلى يعني تقع المحبة والشوق واللقاء وهذه المعاني، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى يعني شيء أعظم من ذلك وعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فقال: هذه مسألة نزاع بين المحبين، وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أم لا، ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء. يعني قال المحبة لا تزول باللقاء، الذي يحب يعني شخصا ولم يلتقي به
إذا التقى به تبقى المحبة وتستمر، ولكن الشوق إلى اللقاء، هل إذا حصل اللقاء انتهى هذا الشوق إلى اللقاء وزال خلاص أو يبقى؟ قال: فمنهم من قال يزول باللقاء، يقول أن الشوق هو الشوق إلى اللقاء، فإذا التقى خلاص زال الشوق، لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه، فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به. فإذا هي تحول الشوق إلى اللقاء إلى قرة العين باللقاء، واضح؟ قال: وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها، زي ما هو كان إيه؟ كان محبة مع شوق إلى اللقاء، هذا قبل اللقاء، ثم إذا التقى زال الشوق وتحول الشوق إلى قرة العين باللقاء مع المحبة أيضا. فيقول المحبة هي مستمرة قبل اللقاء وبعده، لكن الشوق باللقاء هذا، الشوق إلى اللقاء هذا قبله، وقرة العين باللقاء بعده، قرة العين باللقاء أو بالمحبوب يعني عموما. قال: هؤلاء وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرقه الشوق. يعني هذا الفريق يقول هو الشوق هذا إلى أن يلتقي، طيب لو هو مع المحبوب دائما يلتقي به كل يوم يشوفه ويراه بعينه، قال فحينئذ لا يطرقه الشوق. وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا، إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر. بعض علماء السلوك والعباد وكذا قيل لو هل تشتاق إلى الله تعالى، قال: لا، لأن الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو هو حاضر مع الله تعالى دائما، فهو لا يشتاق. قال: وقال الطائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول، لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم، وبعده قد صار على العيان والشهود. هذا الرأي الثاني في هذه المسألة. قالوا: لا، الشوق إلى اللقاء أو الشوق إلى المحبوب يعني يستمر بعد اللقاء، بل يزيد بعد اللقاء. فقال: لماذا؟ قال: لأنه قبل اللقاء كان يعني صلة يعني معرفته بالمحبوب عن طريق خبر وعلم، يعني معرفة بدون رؤية، وإنما يعني زي في الحديث يرحم الله أخي موسى: ليس المخبر كالمعاين، يعني الذي أخبر عن الشيء ليس كمن عاين الشيء أو رآه يعني بعينه. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بقصة موسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه سيعبدون العجل، فلم يظهر عليه يعني من الغضب وال يعني والضيق وكذا مثل ما ظهر عليه عندما رآهم قد عبدوه. فلما رآهم عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ويعني بدا عليه من الغضب، مع أن الله تعالى أخبره أن قومه سيعبدون العجل، فتلقى الخبر يعني مسلما ومصدقا بأمر الله، بس كان في دائرة خبر مسموع، هو ممكن ومصدق، ولكن هو شيء يعني خبر سمع به، لكن لما وعلم أنه سيحصل، ولكن لما شاهده بعينه كان التأثر والانطباع أعظم وأكبر بكثير. فيقول هنا أيضا: المؤمن في الدنيا هو لم يرى الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي الدنيا يكون الشوق إلى لقاء الله يعني عن خبر وعلم، ثم في الجنة يكون الشوق إلى الله تعالى عن عيان وشهود، فيكون الشوق يزداد وليس يقل. قال: ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. يقول يعني أقوى ما يكون الشوق عندما تكون الخيمة بجوار الخيمة، يعني عند، فيقول هذا عند حصول اللقاء خلاص، يعني إذا أصبح يعني وصل إلى المحبوب
فيكون هذا الشوق أزيد ما يكون. طبعا هي المسألة هنا في الشوق إلى الله تعالى، لكن يعني يرجع منكم إلى كتاب الإمام ابن حزم رحمه الله، له كتاب اسمه طوق الحمامة في الألفة والألاف وكذا، يذكر هذه المسائل كلها في حتى في الحب الدنيوي، يعني يذكر إيه مذاهب المحبين والشوق والكذا والآراء فيه في يعني فيما يقع بين الناس في الدنيا وكذا. فهنا يعني علماء السلوك يأخذون منه ما يعني يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل. أحسنت بارك الله، كما تفضل الدكتور، يعني مثل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهي درجة. قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها من كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. إذا تحقق في الشوق يعني صار الشوق حقيقة، زي ما ذكرنا في فضيلة الدكتور حق اليقين، خلاص يعني إذا صار الشوق يعني حقيقة، فقال لها من كل شيء يشغل أو يشغله عمن يشتاق إليه، يعني يتلهى عن كل شيء يعني يشغله عن عمن يشتاق إليه إذا تحقق الشوق، يعني يعني لا يتعلق باله ولا قلبه بأي شيء يشغل، ويصبح قلبه يعني دائما تعلق بالله تعالى، فيزداد يعني الشوق عند اللقاء. فلهذا يقول: أهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم من الله ورؤيتهم له. وهذا الرأي الثاني، أن اللقاء يزيد الشوق ولا يزيله. قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم أنك ترى المحب يبكي عند لقاء محبوبه، وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه ووجده به، ولذلك يجد عند اللقاء نوعا من الشوق لم يجده في حال غيبته عنه، يعني يبكي فرحا بلقاء المحبوب، فقال هذا البكاء بسبب الفرح بلقاء المحبوب يعني هو لازدياد الشوق ولطرق نوع جديد من الشوق عند اللقاء، غير النوع الذي كان قبله، وهذا النوع الجديد يعني هو أزيد وأقوى. قال: وفصل النزاع في المسألة أن الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب، فهذا يزول باللقاء، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثير حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب. هكذا تثير عندكم أو تثيره؟ النسخة عندي ناقصة. ولكن يعقبه شوق آخر تثيره حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب، فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. دائما طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله التوفيق بين الأقوال، فقال إذن الإمام ابن القيم يقول: الشوق نوعان أو قسمان، هناك شوق معناه حركة القلب واهتياجه إلى لقاء المحبوب، فهذا النوع من الشوق هذا يزول بلقاء المحبوب، والنوع الآخر من الشوق اللي هو الشوق الذي سببه حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب، فهذا مستمر بعد اللقاء. قال: والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصوله، يعني يقول هناك أشياء لا يمكن التعبير عنها بالكلام، يعني يقول هذا معنى لا يمكن التعبير عنه بالكلام، فالتعبير عنه هو بوجوده
والإشارة إليه حصوله. قال: وبعضهم سمى النوع الأول شوقا والثاني اشتياقا. قال بعض علماء السلوك فرقوا بين النوعين، الشوق الذي يزول باللقاء هذا سموه شوقا، والشوق الذي يزيد باللقاء اللي هو سببه حلاوة الوصل فهذا يسمونه اشتياقا. الشوق الذي دافعه اللي هو الرغبة في لقاء المحبوب وسفر القلب إلى المحبوب فهذا يزول باللقاء ويسمى شوقا، والشوق الذي يعني دافعه حلاوة الوصل بالمحبوب فهذا يسمى اشتياقا ولا يزول باللقاء. قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يفرق بين الشوق والاشتياق، ويقول: الشوق يسكن باللقاء، والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: وفي معناه أنشدوا ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. قال: ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. يعني يقول إيه؟ بس مجرد ما يبعد يعني عينه عن الطرف اللي هو العين، يعني طول ما هو يعني ينظر إليه، قال أول ما يعني بصره يعني أول ما بصره يتجه إلى شيء آخر غير المحبوب يشتاق إليه حتى يرجع ينظر إليه مرة أخرى. قال: وقال النصر بازي رحمه الله: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له فيه أثر ولا قرار. يعني يقول مقام الاشتياق هذا مقام يعني أعلى من أن يطيقه للخلق، لأن مقام الاشتياق هذا معناه يكون مع وصل دائم بالمحبوب، فيكون الخلق يعني درجتهم أو مقامهم في الشوق اللي هو الشوق إلى اللقاء، أما يعني الذين ظفروا باللقاء فهؤلاء أهل الاشتياق الذي يكون بعد الظفر باللقاء، فهذا يعني قال مقام يعني فوق مقام الخلق في رأيه يعني. قال الدقاق رحمه الله في قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، قال معناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضا. يعني قال موسى عليه السلام يقول وعجلت إليك ربي، يقول هو أراد أن يقول عجلت إليك ربي شوقا إليك، لكن إيه ستره بلفظ الرضا فقال إيه لترضى. وقيل إن أهل الشوق إلى لقاء الله يتحسسون حلاوة القرب عند وروده لما قد كشف لهم من روح أو من روح الوصول أحلى من الشهد، فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة. واضح؟ فيقول أهل الشوق إلى لقاء الله يتحسسون يتحسون نعم والله كأن يتحسون لعلها أصح من هذه النسخة، يتحسون تحس الشيء يعني ذوقه وكذا، لأنه قال يتحسون حلاوة القرب يعني فكأنهم يتذوقون الشيء عند وروده لما قد كشف لهم أو كشف لهم من روح الوصول، يعني نعيم الوصول. قال أحلى من الشهد، فعندما يعني يتذوقون حلاوة القرب ويكون الوصول يعني أحلى من الشهد، فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة. قال وقيل من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، كما قال بعضهم أنا أدخل في الشوق والأشياء تشتاق إلي،
وأتأخر عن جميعها. واضح؟ يعني هذا مثل إيه؟ إذا أحب الله عبدنا الشكر أثر من أثار المحبة. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهكذا يعني الشوق إلى لقاء الله هو أثر من أثار المحبة. فيقول من اشتاق إلى لقاء الله اشتاق إليه كل شيء. قال وفي مثل هذا قيل إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل. مناهل هي موارد الماء، الأماكن اجتماع الماء للشرب. فيقول إذا الخيل اشتاقت إلى المناهل أعرضت إيه عن الماء فاشتاقت إليها المناهل، فالمناهل هي تشتاق إلى الخيل. قال وكانت عجوز، وكانت عجوز مغيبة فقدم غائبها من السفر. المغيبة اللي هي يعني زوجها غائب أو قريبها غائب، فامرأة عجوز لها قريب يعني غائب في سفر. فقدم غائبها من السفر، فقدم غائبها من السفر ففرح به أهله وأقاربه وقعدت هي تبكي. فأهله وأقاربه فرحوا بلقاء قريبهم الغائب وقعدت هي تبكي. فقيل لها ما يبكيك؟ فقالت ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله تعالى. سبحان الله. يعني هو إيه قدم على أحبابه فذكرها القدوم على الله سبحانه وتعالى، فهي تحب لقاء الله وتريد أن تقدم على محبوبها يعني كما قدم هذا الفتى على أحبابه. يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. أو يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. قال وقيل خرج داود عليه السلام يوما إلى الصحراء منفردا. خرج داود عليه السلام يوما إلى الصحراء منفردا فأوحى الله تعالى إليه ما لي أراك منفردا. فقال إلهي استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. قال استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. فقال ارجع إليهم فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. والجهبذ يعني الناقد أو العارف بتمييز الجيد من الرديء. فكأن المعنى يعني والله تعالى أعلم يعني أنه داود عليه السلام يعني أراد أن يعتزل الخلق بسبب إيه شوقه إلى لقاء الله تعالى، فأصبح مستوحشا من الخلق ويريد أن يعتزلهم وينفرد بنفسه في الصحراء. فالله تعالى أمره أن يرجع إلى الخلق لدعوتهم. وإذا أتى بعبد آبق يعني تسبب، الآبق هو الهارب أو البعيد عن طاعة مولاه، فكأن المعنى يعني إذا اهتدى على يديه آبق يعني وأتى الله به، يعني أنه إذا خالط الناس وتسبب في هدايتهم وردهم إلى الله تعالى لكان ذلك يعني أعظم في أجره عند الله، وأثبته الله تعالى جهبذا يعني وضعه في منزلة عالية رفيعة عنده سبحانه، وكتبه في منزلة عالية في اللوح المحفوظ بسبب أنه يأتي بالآبقين إلى الله سبحانه وتعالى ويردهم إلى الله يعني بدعوتهم. والله تعالى أعلم. فالقصد يعني أنه لا تعارض بين الشوق إلى لقاء الله وبين مخالطة يعني الخلق ودعوتهم والأخذ بأيديهم إلى طريق التوبة والاستقامة.
قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، هو الإمام الهروي الأنصاري، قال الشوق هبوب القلب إلى غائب، هبوب القلب إلى غائب. وفي مذهب هذه الطائفة علة الشوق عظيمة، فإن الشوق إنما يكون إلى الغائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذه العلة لم ينطق القرآن باسمه. قال قلت هو صدر الباب بقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يقول الإمام الهروي يعني جعل صدر الباب يعني منزلة، قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الشوق من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال فكأنه جعل الرجاء شوقا بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير، يعني هو جعل يرجو لقاء الله فجعل يعني معناها يشتاق إلى لقاء الله، يعني جعل رجاء لقاء الله جعله إيه يعني صدر به باب الشوق، بمعنى أن رجاء لقاء الله هو تعبير عن الشوق إلى لقاء الله. قال لا بلسان التفسير، يعني ليس تفسيرا مطابقا، لأن منزلة الرجاء منزلة غير منزلة الشوق، أو أن دلالة الرجاء على الشوق باللزوم لا بالتضمن ولا بالمطابقة. تعرفون أنواع الدلالات، يعني هناك دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه، وهناك دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه لكنه من لوازمه. فيقول علاقة الرجاء بالشوق، الشوق يقول ليس يعني جزءا من الرجاء ولا هو كل الرجاء، يعني ليس هو كل الرجاء حتى تكون دلالة الرجاء على الشوق مطابقة، وليس الشوق جزءا من الرجاء حتى تكون دلالته عليه دلالة تضمن، ولكنه شيء من لوازم الرجاء، من الأشياء الملازمة للرجاء، فدلالته عليه دلالة لزوم. فالإمام الهروي يقول إن الشوق لم يرد يعني في كتاب الله تعالى بلفظه، ولكن ورد إيه ما يدل عليه وهو الرجاء، والمحبة وردت أيضا، ومر أن الشوق أيضا هو أثر من أثار المحبة، لكن لفظ الشوق لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. في السنة مر بنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء. قال قوله هبوب القلب إلى غائب، يعني الإمام الهروي فسر الشوق قال هبوب القلب إلى غائب، يعني سفره إليه وهويه إليه، يعني قلب يهوي إلى الغائب ويسافر إليه. وأما العلة التي ذكرها في الشوق فقد تقدم أن من الناس من جعل الشوق في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب، فعلى قول هؤلاء لا علة فيه، يعني العلل اللي هي الآفات والأشياء التي يعني فيها نقص ينبغي أن تجتنب. فيقول الإمام الهروي يقول يعني إن مذهب هذه الطائفة من علماء السلوك ومن الصوفية وكذا يعني جعل الشوق علة من العلل التي يعني ينبغي أن يتخلص منها المريد يعني. فقال لماذا؟ يقول لأن الشوق هو يكون إلى الغائب، وكما مر يعني طول ما هو لم يلتقي بالمحبوب فهو يشتاق إليه، أول ما يلتقي بالمحبوب زال الشوق وتحول إلى منزلة أخرى اللي هي قرة العين بالمحبوب عند لقاء. فيقول على مذهب هذه الطائفة يكون الشوق علة، لأن معناه أن المريد لم يلتقي بالمحبوب، يعني ما زال كأنه غائب عن الله تعالى، فإذا وصل إلى أنه يعبد الله كأنه يراه أصبح يعني في مقام يعني حضور وكذا، فحينئذ يزول الشوق ويتحول.
فيقول الشوقي عندهم علم. لكن ابن القيم رحمه الله قال انه ذكر مذهبا اخر، قالوا ان الشوق لا يزول عند اللقاء بل يزيد عند اللقاء. فالذين قالوا ان الشوق يزيد باللقاء، فهؤلاء الشوق عندهم ليس علة، لانه لا تعارض بين الحضور والشوق او بين الشهادة والشوق. قال: وأما ما جعله سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبته عنه، فعلى قوله يجيء كلام المصنف رحمه الله ووجهه مفهوم، فإن مذهب هذه الطائفة يريد أهل الفناء إنما قام على المشاهدة، يعني الفناء عن شهود ما سوى الله، يصبح إيه لا يشهد إلا الله، فحينئذ يعني كأنه قد حصل له اللقاء فزال الشوق لحصول اللقاء. فإن بدايته كما قرره هو المحبة التي هي نهاية مقامات المريدين، والفناء إنما يكون مع المشاهدة، ومع المشاهدة لا عمل للشوق. هذا رأي الهروي الأنصاري. الإمام القيم رحمه الله يعني يخالف الإمام الأنصاري في هذه القضية، قال: فيقال هذا باطل من وجوه. أحدها أن المشاهدة لا تزيل الشوق بل تزيده كما تقدم، الإمام القيم يؤيد هذا الرأي. الثاني أنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة، وهم إلى يوم المزيد وهو يوم الجمعة أشوق شيء كما في الحديث، أشوق شيء كما في الحديث. في الحديث قال إيه: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم المزيد. الحديث هو حديث طويل، اللي هو حديث يوم المزيد، يعني خلاصته أن المؤمنين في الجنة يعني يجتمعون كل جمعة في واد يقال له الوادي الأفيح. الأفيح يعني الفسيح الواسع، ففي هذا الوادي الأفيح يعني كل يوم جمعة في مثل الساعة التي كان المسلمون يصلون فيها الجمعة في الدنيا، فيجتمعون في هذه الساعة في هذا الوادي الأفيح، وينزل النبيون والصديقون من يعني درجاتهم في الجنة، ينزلون إلى هذا الوادي الأفيح، يعني كأنه في إحدى درجات الجنة ينزل الأنبياء والصديقون إليها، فيجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون على كراسي من ذهب، ويجلس بقية المؤمنين على كثبان المسك، على كثبان المسك، وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى، وأن يكشف الحجاب عن وجهه عز وجل ويأذن لهم في رؤيته سبحانه وتعالى، وذلك كل جمعة. في يعني يكشف الله عز وجل الحجاب ويأذن لهم في رؤيته سبحانه وتعالى، فينظرون إليه ويسألهم ربهم سبحانه وتعالى، يأمرهم أن يسألوا حاجتهم، فكل منهم أول شيء يقولون يعني: يا ربي نسألك الرضا، فيقول: رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، ولكن سلوني. فيسأل كل واحد منهم حتى يعني تنقطع بهم المسائل، يعني لا يبقى عند أحدهم شيء يسأله، فيعطي الله تعالى كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل جمعة يتكرر نفس الشيء. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة. طيب هذه الرؤية التي يوم الجمعة هذه لجميع أهل الجنة، ثم هناك يعني أهل الدرجات العلى يعني يزورون الله كل يوم مرتين بكرة وعشية سبحان الله، يعني ويأذن الله تعالى لهم في رؤيته كل يوم مرتين، يعني في أول النهار وآخره،
وأما يعني بقية أهل الجنة فمر كل جمعة. فالشاهد هنا يقول إن أهل الجنة يعني هم يعني في لقاء دائم بالله تعالى ورؤية له عز وجل، ومع ذلك يعني يشتاقون إلى يوم الجمعة، يشتاقون إلى رؤيته وسماع كلامه وهم في الجنة. فإن هذا إنما يحصل لهم في حال دون حال، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسند وغيره، إن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم مرتين، كما مر. وفي بعض الألفاظ يعني وفي بعض الأحاديث يزورون الله يعني بكرة وعشيا أو في الغداة والعشي. قال: ومعلوم قطعا أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظم شوق يقدر، وحصوله المشاهدة وحصول المشاهدة لأهل الجنة أتم منها لأهل الدنيا. قال الثالث: أنه لا سبيل في الدنيا إلى مشاهدة تزيل الشوق البتة، ومن ادعى هذا فقد كذب، فإنه لم يحصل هذا لموسى بن عمران كليم الرحمن فضلا عمن دونه. فيقول ابن القيم أيضا يرد على هذه الطائفة لما يقولون هم الآن في مشاهدة وحضور فزال الشوق، فيقول أصلا أهل الدنيا لا يمكن أن يروا الله تعالى، أن هذا ما حصل لموسى عليه السلام الذي هو أحد أولي العزم من الرسل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني أي في الدنيا. فيقول إذن إيه مهما حصل يعني حضور قلب، يعني هم يستعملون المشاهدة وكذا أنه يعني كأنه يراه، لكن في الحقيقة لم تحصل رؤية في الدنيا لأحد يعني. فيقول هؤلاء الذين يعني مهما كانوا في أعلى درجات الإيمان فهم لم يروا الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني كأنهم يرونه فهم يعبرون عن هذا بالمشاهدة والحضور، لكن يقول هذا لا يمكن أن يزيل الشوق. قال: فما هذه المشاهدة التي مذهب هذه الطائفة مبني عليها بحيث لا يكون معها شوق؟ يقول يعني كيف لا يشتاقون إلى لقاء الله، يعني ما هذه المشاهدة يعني التي حصلت لهم حتى يعني زال الشوق؟ أهي كمال المشاهدة عيانا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني لا يمكن أن يقع هذا في الدنيا. أم نوع من مشاهدة القلب لمعروفه مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله، فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها وتمامها؟ يعني قال مهما حصل من حضور قلب يعني ومشاهدة معروف الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله، يعني مهما سموها مشاهدة فهي يعني مشاهدة من وراء حجب كثيرة يعني، فهذا لا يمنع الشوق. قال: وهل الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة؟ لأن من شاهد محبوبه من بعض الوجوه كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشد وأعظم، وتكون تلك المشاهدة الجزئية سبباً لاشتياقه إلى كمالها وتمامها. يعني حصل له مشاهدة جزئية في الدنيا، فالمفروض أن الشوق يظل موجوداً. يعني هو ابن القيم يريد أن يؤيد الطائفة التي تقول إن المؤمن يظل في شوق إلى لقاء الله طيلة حياته في الدنيا مهما يعني بلغ تعلق قلبه بالله تعالى، لأنه مهما وصل يعني إلى أي مقام في الدنيا سيظل يعني هناك حجب لا تزول إلا باللقاء الحقيقي في الآخرة، فلذلك يظل الشوق. قال: فأين العلة في الشوق وأين المشاهدة المانعة من الشوق؟ قال: وهذا بحمد الله ظاهر، ومن نازع فيه كان مكابرا، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.